مساء الخير مشاهدينا، سهرة عمر بحلقة جديدة بسهرة نحن وياكم من مضية سوا مثل كل سبت عبر شاشة تلفزيون لبنان. كل أسبوع نجوم منحب نعرف أخبارهم، منحب نبرم نحن وياهم بكل مراحل الفن، العمر، الزمن الحلو يلي قضوه بالحياة الشخصية وبمراحل من مضية بين كل فقرات البرنامج. الليلة ضيفي من الطراز الرفيع، تعود على الهيتس من بداياته، كتار من الأغنيات يلي بنسمعهم اليوم هن هيتس من توقيعه هو. غناء أكيد علي وكلنا منتذكر، وأكيد مزاجنا أكتر من رايق لما هو بيسلطن وهو بغني جلسته وقعدته هالقد حلوة، هالقد فيها من الفن، هالقد فيها من الحقيقية لحتى يكون شفاف بكل هالمسيرة يلي قدمها وما زال لحديت اليوم. ما بيقبل إلا يكون نمبر ون بالهيتس يلي دايماً منسمعهم بأصوات فنانين منحبهم. رح نحكي معه وعنه سهرة عمر الليلة مع ملحن، مع فنان، مع شخص هالقد قدر يطبع الفن وما زال بلبنان عم بحقق نجاحات وما زال مستمر وملتزم بمسيرة فنية هالقد مميزة عن غيرها. ضيف الليلة الملحن والفنان وسام الأمير. وسام مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. يا هلا، تفضل. يعني وأخيرا من سيزن 1 من رمضان لسيزن 2 لزبط اللقاء بوقت يناسبك ونحن ننبسط فيك بحلقه معنا. وسام الامير اهلا وسهلا فيك. انا لي الشرف وبشرفني اكون على تلفزيون لبنان، لانه هذا تلفزيون لبنان لما تقول تلفزيون لبنان ما بيجي على بالك الا الايام الحلوه والعز تبع لبنان، لان كله كان ما في الا تلفزيون لبنان. وانا حتى بلش انا بالمقابله انه انا بدياتي من هون، انا طلعت على تلفزيون لبنان كنا عاملين كنا اولاد صغار، عم بحكيك 9 سنين وعشر سنين، كان عندنا فرقه زجل، طالع انا على تلفزيون لبنان مع سعاد قاروط العشي ومع شارلوت توازن الخوري اذا مش غلطان، ورجعت كمان قدمت على استوديو الفن. صحيح، باستوديو الفن انا مقدم على استوديو الفن هون بالتلفزيون، وقتها قدمت عن فئه الاغنيه الخاصه. الاغنيه الخاصه صحيح. وكنت بعدني يعني ما في تجربه، ما في خبره، ما في شيء. والاغنيه الخاصه كانت العلامات توضع على الكلام واللحن، ما كانت توضع علامات على الصوت. بتذكر انا بوقتها الله يرحمه زكي نصيف قال لي ليش قدمت اغنيه خاصه؟ صوتك حلو. انا ما كنت اعرف بس حبيت هيك اتذكر. واكيد رانا طلعنا اكثر من مره بتلفزيون لبنان، ان كان هون وكان بقناه 11 بالحازميه. يعني هالتلفزيون له تاريخ وله فضل على بدايات فنيه من كتار من الناس طبعاً. يلي اليوم عم بيحققوا نجاحات. وسام، اليوم لما ترجع على هالشاشه، لما تطل عبر شاشه تلفزيون لبنان، لما تتذكر وتفوت على الاستوديوات، تتذكر هالمراحل كلها يلي البدايات الفنيه، خليني اقول هيك، باي طريقه بتوصف المشوار الفني يلي بدا هون واستمر بكل صعوباته، بحلوه، بمره، هيك كيف تختصر هالمشوار؟ اليوم لما هيك تعمل ريتروسبكتيف لورا، تفكر تقول شو عملت؟ مزبوط. والحمد لله الحمد لله الحمد لله انه اول شيء عملت، قدرت اعمل بكل تواضع بصمه، قدرت اعمل شيء وكان هجسي الوحيد اني اعمل شيء ويبقى، مش اعمل شيء ويروح. هيدي شغله كنت تروضني وكثير كنت خايف منها، والحمد لله بقوه الله وبالجهد وبالتعب حققتها. واللي بيعزيني اكثر بالفن انه انا اعتبر من الفنانين اللي مشوا درب الجلجلي بالفن، ما وصلوا بالصدفه، ما وصلوا بالدعم، وما وصلوا بالواسطه. الحمد لله انا بقدر اقول بالفم الملقان انه واسطتي كان
بالشهرة اللي أنا حققتها بالعطاء اللي أعطيته كان فني وفني فقط. درب الجلجل اللي عم تحكي عنه والصعوبات وهالتحدي اللي أنت كمان شخص لما بيتحدوك بتصير تعطي أكتر، مش لتبرهن للناس، لحتى تحط حالك أنه أنت قادر وقدة وقدود وأكتر. هالتحدي اللي أنت قبلته وكنت مش بس على قده، كنت مراهن على حالك وقدرت تعمل يلي أنت عبالك تحققه. وسام، قديه الواحد هيك بيمرق بمراحل بيتراجع أو هالصعوبات يلي بمر فيها بحس حاله أنه لا بده يوقف، بس العزيمة والشغف يلي بيكون عنده بداخله بيرجع هيك بدفشه لقدام. قديه مريت بهيك مراحل أو لا أنت من نوع الأشخاص يلي بيفكروا بأي طريقة؟ ليك لقلك شيء، لقلك أنه كان مشواري عسل، لا ما كان عسل ولوز، لا ما كان، كان مشواري تعب، كان مشواري مشوار متعب. لأنه قلت لك كنت لوحدي، كنت لوحدي من بدياتي، وفتت ودخلت بالفن، ولو ما في شغف ولو ما في فن بيمشي بالدم، من خلقته الفنان يا بيخلق فنان يا ما بصير فنان. ولما بيكون هالقد الواحد الفن شغله واخده، منشان هيك كل التجارب وكل الصعوبات بتهون وبيقدر يقطع عليها ويكفي. هذا إذا كان فنان حقيقي، يعني إذا ما كان فنان حقيقي ما بيقدر يستمر، ما بيقدر يستمر، بده يوصل لمحل ويرفع على العشرة. وانتبه مثل ما عم بقول لك، يعني أنا الدرب اللي مشيته هيدي إياها درب الفنان، درب الفنان الصحيح. لأنه الواحد ما كناش نحن نشوف فنان بين ليلة وضحاها يصير نجم، هيدي ما كانت، كانت أصعب. رح نحكي على كل حال شو فرق بين قبل واليوم بصناعة النجوم وصناعة الفنانين. بدي أحكي إعلاميا، بمرحلة معينة وأثرت برأيك، تم تغييبك إعلاميا بمرحلة معينة؟ يعني هيدي نوع، إذا بدك يعني طبعا نوع من المحاربات، بديش أقول هيك يعني يمكن عن غير قصد. يعني أنا بفترة من كان في تلفزيون واحد اللي هو الـ LBC، كنت أنا بأول بدايتي وطالعتي، ما كان لي فرصة إني فوت على هذا التلفزيون، ما كان كتير يحبني سيمون أسمر، ولكن رجع حبني لو مأخر شوي، بس إنه بالبدايات وبعز انطلاقتي هذا كتير شيء عذبني، وما كان في بديل، كنت بحاجة إنك لوسيلة إعلامية لتلفزيون تطل منه. قد هذا الموضوع يلي دايما بيتردد وبنسمعه، وهو نقطة جذب عند نجوم الصف الأول مثل حضرتك ونجوم كتار اليوم، يعني قصة لما يكون راضي سيمو أسمر عن شخص، المخرج الكبير الله يطول بعمره مع حفظ الألقاب من وجه له تحية، قد لما يكون راضي هالشخص عن اسم معين قادر يوصل فيه لنجوم بالشهرة، وقد لما ما يكون راضي بيسحب إيده منه. صح مزبوط، ما بيقدر هالشخص يستمر. خليني مزبوط نقول. لانه هو بمجرد ما سحب ايده من شخص معين، هذا الشخص هذا الفنان تعتم عليه. لانه بفتره من الفترات بقيت الشغله لفتره طويله، يعني فتره زمنيه طويله، كانت اذا بدك العصمه بايده، العصمه بايده. اكيد انا بنظري عمل 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 شيء للفن كثير مهم سيمون أسمر، والله يطول بعمره. عم بتابعه بديو المشاهير بلجنة التحكيم، حضرت شوي مش كتير، بس انه بالاخر سيمون أسمر اسم كبير من بلادنا والله يطول بعمره. بس احنا عم نحكي عن مراحل انا مرقت فيها، ما كنت انا وما كان كتير يعني شايف في شيء. ليك بنبسط انا اوقات هيك باشياء بتمرق معي من بعد هالقطيعة، إذا بدك أنا وياه. قديه دامت هالمرحلة؟ شي 10 سنين. أف، هالقد أثرت؟ 10 سنين، يعني بتخيل أنا من 86 لـ 96. وشو تغير لما صارت اللحمة، لما صار اللقاء أو صار اللقاء، صار الرضا، صار الرضا لما بلشت أنا لحن وصرت ملحن، يعني من أول غنية من تاني غنية كان مؤمن اجتمعنا. فيك كملحن أكثر من مطرب، هذا السبب برأيك؟ لأنه لما عملت ألحان أنا وبلشت لحن ودغري أغنية ضربت وألحاني ضربت، صحيح كانت هيتس،
رجعنا اجتمعنا واتفقنا وفتنا بطريق جديد. وقتها طلعت وغنيت ولحنت معه وكل شيء. وإذا بدك أكثر من هيك، مرقت الأيام ومرقت السنين. بتصور أنا بآخر بتوقيع آخر ألبوم لإلي لما كنت بروتانا اللي هو طلت قمر. طلت قمر صحيح. كنت عامل هيك جمعة مع أكثر من نجم كانوا حاضرين. بتفاجأ بأستاذ سيمون بيوصل. يعني أنا ما كنت عازمه. ما كان مدعو على الجمعة. إيه أنا شخصياً ما دعيته، يعني بوصل وبيحكي كلمة بيقول إنه أنا الموهبة جبتني. يعني ما تتخيل قديش انبسطت فيه وقديش هيك حسيت إنه وصل لي حقي. ولو إجت مؤخرة. ولو إجت مؤخرة. نرجع لنقطة بدايتنا إنه هذه الطريق طريق الفنان اليوم تغيرت وصارت الصناعة أسرع. بس للأسف يعني كله له حسناته وله سيئاته. الصناعة اليوم يلي عم تحكي عنها بأي اتجاه راح؟ يعني شو فرق بين وسام الأمير يلي بدأ يلحن قبل وكان عنده هيتس، واليوم بهالمنافسة يلي فيها من الإلكترونيكس فيها صار كمان من منافسة من أسماء كمان مش كلهم سامعين فيهم، عم بيكونوا على الساحة وعم يعملوا ميوزك جديدة، خليني سميها ويف جديدة من الموسيقى. شو فرق بين قبل واليوم؟ ليك أنا بالنسبة لإلي ولا مرة المنافسة تعبتني أو خوفتني. فعلاً عم بحكيك بكل صدق بكل صدق، ولا مرة المنافسة قلقتني أو تعبتني أو خوفتني. أنا اللي مخوفني إنه وجه الغنية عم بيتغير. من أي ناحية؟ وجه الغنية عم بيتغير. الغنية اللبنانية صارت إذا بدك بس عم تحمل الاسم. الاسم إنه منغني كلام لبناني، ولكن وين الروح؟ وين الموسيقى؟ وين شيء إني أسمع الغنية شم ريحة لبنان بالغنية؟ هيدا شيء صار مفقود، وهيدا شيء لازم ننتبه له. واليوم صرت عم بتحس يعني أكترية الأغاني بتحسها بازل، هيك شغلة مركبة تركيب. مش الخوف من المنافسة، الخوف على الهوية والخوف على الغنية وكل أهل الفن والبتعاطوا الفن. على الملحن أو على الفنان على الاختيار عم بيكون أو لك؟ أنا بعتقد هلأ بصراحة هلأ يعني أنا بعدني بالسوق وبعدني طبعا. على الأرض وبعدني عم يعني بتعاطى. لما كانت العصمة بإيدي كان أحلى الجو. يعني لما كانت العصمة بإيد الملحن كان أحلى الجو. هلأ بحكيك بصراحة بإيد المطرب. بإيد المطرب. شو السبب؟ وهيدا شيء غلط، لأنه صار المطرب اليوم هو المنتج. صار هو عم يتحكم ب لما ما كان المطرب هو المنتج كان إذا بدك يتعاطى بطريقة مختلفة أو يقبل الغنية بطريقة مختلفة. اليوم لما صار هو المنتج والمنفذ وهو اللي إذا بدك بالكلمة المشبرح يعني هو اللي عم بيصرف على الأغاني، صار فكره إذا كتير يعني كتير فكر وكتير غير وكتير جرب وكتير وبيتحكم بالملحن وبيقدر هيك يعني صارت بصراحة يسير الأمور مش على إنه من يعني لأنه أنا اليوم كنت أجي أنا مش فايق قلت لمطرب غني غنية وندم. ما في مطرب أنا قلت له غني هاي الغنية وندم، بس اليوم صار المطرب سوري يعني بالكلمة بيجي لعندي بده يسمع عندي غنية بده يسمع وفي على تليفونه 200 ديمو 200 لحن 200 وبعدين التعاطي اختلف شادي. يعني التعاطي بصناعه انسانيه بصناعه الاغنيه اختلفت. اول شيء كانت صناعه الاغنيه كانت في سهر في ليالي في قعدات، يقعد الشاعر يقعد الملحن يقعد المطرب. هلا صاروا على الواتساب الاغاني يعني صارت برودكت اكثر. شو عندك اعطيني سعره كذا بتخلص. منشان هيك صرت عم بتلاحظ انه الاغاني اللي عم بتعيش صارت قليله وصارت شبه معدومه، ولانه كل شيء عم بيتغير.
وهذا شيء مش صحي. رح نحكي على كل حال كمان عن علاقتك بالفنانين نجوم، قدمت لهم هيتس وائل كفوري، نجوى كرم، مع حفظ الألقاب كتار، باسكال مشعلاني، ليستا طويلة يعني ذكرنا القليل منهم. رح نحكي بهذا الموضوع بعد البريك، بس ما فينا نقلع الحلقة، والناس كمان على الهاشتاج سهرة عمر عم بتابعونا كمان على السوشيال ميديا، بدنا نسمع شيء. أول شيء شادي كيرستك أحلى من كيرستي، لو هادي كبيرة بس كيرستك. بدك ننقل بعد البريك؟ بدي جرب. يلا بننقل بعد البريك. هلا لأنه منك شيء. اسمك شادي والوضع هيك الوطني طاغي على الوضع العاطفي. رح نحكي بالوضع الوطني بعد. رح غني هيك موال أنا عملته لابني شادي وأنت شادي، رح هيك قول شقفة منه هيك دندنا شوي. أنا والمايسترو داني أبو خليل. داني أبو خليل نوجه له تحية وشكرا لوجوده معنا، ونحن بنشكره كمان، وعلى طول داني رئيس فرقتي ومرافقني من زمان. بنسمع يلا. شادي يا شادي اسمعني يا شادي، انطرتك لحتى كبرت وبتفهم علي صرت، انطرتك لحتى كبرت وبتفهم علي صرت، بوصيك يا بي اسمع مثل ما بتحب بيك وبتحب امك، حب الوطن وفديه بدمك، حب الغريب استقبلوه بالدار، حب الغريب استقبلوه بالدار، وما تسلموا المفتاح شو ما صار، وما تكون بعمرك لحدا مرهون، ما تكون بعمرك لحدا مرهون، يا بكون حر بأرزتك مفتون، وكون لبناني أو ما تكون اسمع يا باي. ولك الله 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 يا وسام الأمير حبيبي شادي. حلو، رح نتابع بعد البريك، رح نفوت نحكي وطنيات، رح نحكي بالأغنية الوطنية تحديدا، رح نحكي مع نجوم كمان تعاملت معهم، ونحن نحكي عن كومباك وعن تحضيرات جديدة. بريك أول بحلقتنا، اسمح لي نفوت عليه بسهرة عمر ونرجع نتابع مشاهدينا نحن وياكم هالسهرة هالحلقة الحلوة مع نجمنا بها الحلقة الملحن والفنان وسام الأمير. مشاهدينا نرجع لنتابع نحن وياكم سهرتنا سهرة من العمر مع نجمنا بهالحلقة الفنان وسام الأمير. مرحب فيك من جديد، أهلا وسهلا. الله يخليك. بعدنا بولعانة أخبار، وفي أخبار يعني ولعت فيهم سوشيال ميديا من بعد التعاون الأول يلي كلنا انغرمنا بالغنية حاول مرة تبعد عني، وهالقد صوت يارا يلي قدر يوصل إحساس روعة، تويت واحدة كانت كفيلة انه تقوم الدنيا وتقعدها على تويتر. لتشوف قديش اوقات هيك يعني
شغلة ما إلها تفسير وبالنسبة لي أنا يعني حكيت بهذا الموضوع إنه أكيد يعني أكيد لقب ملكة الأحساس عادة فانز إليسا يعتبر إنه هو لقب مخصص لإلها مش ل أنا مش زعلان إنه يكون مخصص لإلها لأنه كمان هي عندها من الإحساس ما يكفي إنه تاخذ هذا اللقب بس أنا لما قلت عن يارا لأنه كانت مغنيت لي لحن جديد وانبسطت فيه وقلت لها ملكة الإحساس يعني ما بديش هالقد إذا مش أنت يعني مين إذا مش أنت يعني خبرني عن هالتعاون الجديد مع يارا إيه مع يارا من بعد حاول أنا بحب صوتها وبحب طارق أبو جودي كمان هيدا حبيب قلبي هيدا حبيب قلبي وإنه اجتمعنا وسمعنا هيدي الغنية وحبتها وسجلناها هي الأغنية من كلمات منير أبو عساف وتوزيع جامري ريشي وتسجيل جامري ريشي وإن شاء الله إنه كمان هيك يكون إلها نصيب من النجاح مثل حاول شو بنقصد لما نقول هالأغنية هي من مدرسة ملحم بركات أو بهيدي الروحية فيها من لبنان فيها من بأي اتجاه هيدي الأغنية رايحة شو بنقعد حالنا؟ لا نحن غنية أكيد لبنانية يعني أكيد لبنانية بس هي شوي إذا بدك ميالة للرومانسي أو للطرب الشعبي أكثر ما هي شعبية غنية طربية أكثر يعني ليلى اليوم وسام الأمير بعد ما تعاونت مع إليسا الحقيقة يعني يمكن ليك قعدنا يمكن مرة ومرتين وما صار في ما كان في يعني مش انسجام ما يعني البداية وقتها ما كان موجود عندي وما عدنا قعدنا ولكن أنا يعني يعني كيف بدي أقول لك شوي أنا بحب إنه مش استفز يعني قال له انه تطلب مني وتقول لي انه بدها غنية يعني انه بحب هالطريقة انا انه مش كتير انا بحب انه انا اعرض يبقى عندي اشياء حلوة اي متى بتصير هيك العملية انه اعرض لما يصير في كتير هيك خشبشية انا والفنان وكنت تعاوننا اكتر من مرة بصير في روحات ومجيت وصداقات والبدك يعني بتصير العملية هينة بس هيك يعني البعد جفا مع انه لازم وائل يدز لإليسا عليك هيك يقرب المسافات اكثر بهذا الموضوع لانه يعني معروف عنه انه بالاخر انا مؤمن بشغله لك عن جد يعني بتجي يعني كل شيء بوقته وخصوصي بالفن خصوصي بالفن في توقيت للاغاني اوقات يعني بتقول يمكن ما صار نصيب او فنان يمكن ما زبطت هالتركيبه هلا ولكن ترجع بعدين بتقول انه لا بوقتها نزلت الاغنيه مزبوط لا فعلا هيك الاغنيه لها توقيتها واللقاء سبحان الله لما يتم في يصير في نصيب بالتعاون هيدا شيء ما فيك بالقوه تعمله هيدا بيجي هيك تلقائيا وعفويا ولازم لينجح يكون هيك يبلش يعني أول لحن رح نحكي عنه بعدين لأنه هيدا للقلب كان عم بدق فيه لناريمان كان مزبوط صح رح أحكي عن تاني لحن يلي هو لزين العمر مزبوط وتالت لحن لست نجوى كرم صح إيه وقتها أول لحن مزبوط حبة بالدلال يا أبو العيون السود انتبه للصدفة يعني أول لحن كان باللهجة المصرية حبة بالدلال صحيح لأنه وعملت هذا اللحن بس مصري إذا بدك وفي لحن تاني لصبح توفيق صحيح لحن تاني لصبح توفيق باللهجة المصرية نعم ورجعت نقلت على اللبناني وكفيت باللبناني مزبوط تاني أغنية أنا بقشى حالي فيكي لزين العمر وبتذكر كمان كنت جيب له غنية خيروني ابن العم كانت الأغنية خيروني بنت العم سمعته إياها وقتها
كنت انا بعدني ملحن جديد يعني نعم. كملحن يعني قال لي يا امير بعد في حدا بيقول خيروني بنت العام اليوم ما صارت البنت هي بتجي تطلب الشاب وكذا وكذا تغيرت حط لي اياها براسي والله رجعت قلبت انا الموضوع تركت اللحن مثل ما هو بس بدل ما اقول خيروني بنت العم قلبت خيروني ابن العم كنت هون بعد انا ما بعرفها لنجوى كرم يعني وتعرفنا بهيدا اللحن وبلشنا المشوار من وقتها شو المميز بالتعاون مع نجوى كرم؟ المميز بالتعاون مع نجوى كرم لانه لقول لك انه احلى تعاون مع نجوى كرم من اي ناحيه؟ من ناحيه اهتمامها بالغنية من ناحية حضورها وحرصها وشغفها يعني إذا بقول لك إنه يمكن خيروني ابن العم لليوم لمبارح لغنية الأرز ما تغير شيء نفس المعاملة نفس الاهتمام هيك يعني بنقعد حتى غيرت عنوان ألبوم بسببك بوقت أول ألبوم بعتقد أول ألبوم مظبوط أنت كنت عاملي غلاف الألبوم سمي الألبوم بعتقد على مهلك يا هوا بس أكيد مش نازل يعني بس عند الكابر بقى لما سمعت أنا خيروني ابن العم وحظي حلو رجعت شيلت من الألبوم بعتقد شيء وحطت هودي الأغاني وصمت الألبوم حظي حلو نوجه لها تحية لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أحلى تحية أحلى تحية لألا في كومباك في مخطط عم بتحضر له لأول 2018 خبرني شوي شو المخطط اللي عم يدور ببالك الأغنيات يلي بدك تطرحهم سينجل يعني هو مش مخطط هو أكتر أنه متابعة مسيرة إذا بدك بس أكيد. بشوية تركيز على شو رح يصير على الطرب وعلى الأغاني نعم يعني عامل هيك بلان صغير على قد ما أنا بقدر أنه كل 3-4 أشهر أقدر وصل الغنية للناس لأنه اليوم وجع الفنان مش أنه يعمل غنية كيف بده يوصلها لأنه اليوم صارت للأسف المتركاج على الأغاني وطريقة التسويق صارت كتير واسعة وكتير مكلفة وفعلا شيء مؤسف انه ببلدنا يمكن بس هيدا النظام ماشي عنا انه مطرب اذا بده يحط غنيته على اذاعه بده يدفع عليها مصاري وبده يحط هيدا حديث يا طول مش رح نحكيه بس انه عم بحط انا النقط نقطة على الحرف انه هيدي شغله لازم تلاقي لها حل وحتى اذا بده يعمل كليب ويتكلف عليه كمان بده يحطه على التلفزيون يمكن صار التلفزيون بياخذ عليه مصاري اليوم وين انت من السوشيال ميديا اليوم اذا بتعمل كليب بتنزله على يوتيوب اذا بتعمل كليب بتنزله على سوشيال ميديا يعني في هالمخطط اللي عم يتبع خليني اقول لانه كل شيء رايح باتجاه التكنولوجيا الجديده صح مزبوط قد ايه انت قادر هيك تعمل هالشفت تفكر بهذا الاتجاه بفكر فيه ولازم كل فنان يعمله بس بعتقد هيدا كمان السوشيال ميديا بقدر كمان كل شيء له سيئات وكل شيء له حسنات اوكي بس قد ايه فيك تغطي وين عم بتغطي وبالاخر عم بشوف انا انه ارقام بتشوف فنان عنده بالملايين مثلا فولوورز في ارقام كبيره ارقام كبيره بتجي مثلا على ارض الواقع على وين بوين بدي اصرفهم هول يعني اذا بحفلاتي بعمل حفله ما بشوفش حدا منهم هول او عرفت علي كيف ثاني مايل كمان صاروا هودي عم بيأثروا على الفنان يعني صار الفنان بيعملوا ضغط صار الفنان عم بشوف نجاحه من خلال هوني بس على السوشيال ميديا يعني صار هذا القياس الوحيد بيقول لك صار انه طالما هودا شيء طبيعي هودي شيء طبيعي يعني الفنان اللي عنده اياهم على السوشيال ميديا شو ما غنى بده يقولوا له بعض الفنانين صاروا مكتفيين بهذا النجاح وباللي بيقولوا الفانز وبفكر انه حلو هو انه شو ما غنى نجح بس هذا شيء مش مزبوط يعني كمان السوشيال ميديا لها تأثيرها السلبي على على الوضع الفني وعلى وضع الفنان مش لازم هالقد ولا اهميتها طبعا ولا اهميتها رح تصور الاغنيات ميوزك فيديوز اذا قدرت اي اغنيه اول شيء رح تنزل شو العنوان مش رح اقول لك مش رح اقول لك جد طيب لانه هي هيك
أول غنية بعتقد إذا مشيت الأمور هيك هي شوي قفشة هيك مهضومة فرحة، لأنه بحس أنه قفشة بأي اتجاه؟ رومانسي، اجتماعي، شعبية، هيك شوي فيها طعمة قديمة. بس حلوة، بتردنا شوي لخليلي مزاجك رايق، بتردنا شوي لهيك إذا بدك. مزبوط، هيدا المود، هيدا المود، هيدا المود، هيدا المود، صح مزبوط. بتردنا لزمان يعني هيك عامل حلوة. إذا قدرت كل 4-5 أشهر أقدر نزل غنية وأقدر وصلها، لأنه اليوم الهم أنك أنت توصلها مش بس أنك تعمل غنية. أكيد هيدا الإضاءة غمزت لحتى ننقل لتاني فقرة وسام أنا وياك من والعاني أخبار والعاني بالزمن. تفضل تفضل تفضل. الفقرة الثانية والعاني بالزمانات، وقت وساعات وأيام عم بتمر، كيف علاقتك مع الوقت؟ متصالح مع فكرة الوقت عادة؟ متصالح، وبحس بس إنه بحس الوقت ما بيكفيني. أف عن جد يعني إذا بدك من الناس اللي ما بيحسوا بشيء اسمه زهق، يعني ما بفضى يعني بين شغلي وبين بيتي وبين مكتبي، بحس انه ما عندي كتير وقت. الوقت وين بمر اكثر بسرعه؟ بالاستوديو، بالمكتب، بالبيت، بالطبيعه؟ انت حدا بحب هالقد الطبيعه، التأس الحلو، الجبل؟ ايه مزبوط، انا بحب الجبل، بحب الطبيعه، بحب الارض، بحب الارض. و بحب اقول لك انه انا بحب اشتغل بالارض، بكون كتير مرتاح. من وين اخذت هالخصله؟ من وين ربيت عليها؟ كيف لك كبرت معك؟ يمكن هيدي يمكن من بيي، من مرحوم بيي، كنت شوفه يشتغل بالارض، بس ما كانت تعني لي، ولا كانت تشدني، ولا كانت تهزني، ولا شيء. بس لما هيك كبرت وحبيت اني استقر وفكرت بالموضوع، لقيت انه اعمل شيء هيك، بيت لحالي، فيلا صغيره، شقه ارض جنينه، صرت حب كثير، وفعلا عرفت شو قيمه الموضوع، حلاوه الموضوع. شو بتعطي يعني الواحد هالعلاقه مع الارض، هالعلاقه مع الطبيعه؟ لك بتحس بسلام، بتحس برواق. لو ما فينيش خبرك قديش شعور حلو لما تكون انت بايدك حطيت حبه بالارض وشفتها نبتت، صرت تترقبها وبتعتني فيها وعم تكبر قدامك، عم تكبر قدامك. هو عقدر ما بتتعب عليها، عقدر ما بتعطيك، بتعطيك تمر، بتعطيك حبوب، بتعطيك خضره، بتوفي التعب. بتحس هالعلاقه صادقه، لانه ولا ممكن انك تزرع بالارض إلا ما بدك تحصد. أوقات بالناس بتزرع وما بتحصد، أوقات بتعطي وبتطلع بلا جميل وبتنغدر وما بيعطوك وما بيقدروك. الأرض ثابتة ما بتتغير مثل الهواء والشمس، منشان هيك بحب الأرض. وسام الأمير، لما تحكي عن شرب المغامس، لما تحكي عن شرب الصغير وهو الاسم الحقيقي لوسام الأمير، لما ترجع للطفولة، لما ترجع لعمر أصغر، شو الصورة يلي مكونة ببالك عن شرب الصغير؟ شو الصورة يلي ببالك عن هيدي الفترة؟ الصورة اللي ببالي، لأنه لما أرجع عطول برجع بتذكر كيف كنت وكيف هيك. صدقني إذا بقول لك ولا مرة حسيت حالي ولد. أف ما تستغرب إذا بقول لك ولا مرة حسيت حالي إنه ولد وطفل وطايش وعم بركض ورا لعبة. كنت مسؤول؟ وكأنه يمكن لأنه هيك بقاله حسيت حالي إني مسؤول، يمكن عن نفسي أول شيء بعمر صغير، بعمر صغير. وكانوا يتفاجأوا فيي بالبيت إنه ليش عطول بعشر الأكبر مني، كنت
عشر الأكبر صحيح. مني أصدقائك كانوا دايما كانوا أكبر مني شوي بالعمر أكبر منك صح مزبوط بالعمر. مزبوط كنت تنسجم تتفق أنت وياهم انسجم واتفق أنا وياهم وعن جد عم بقول لك شيء اسمه طيش ومراهقة وما حسيت فيه وكأني خلقت إذا بدك بلشت رجال صغير وفعلا هيك بحكيك بكل صدق يعني وكملت معي الحياة وهيك والحمد لله تعلمت كثير تعلمت من الحياة كثير بحب اقول لك شغله اكثر شيء وسام باي مرحله لما فتت على المعترك الفني حسيت حالك اندعكت اكثر اكيد اكيد هي اكيد لانه هون صار في نضوج صار في عمر اكثر صار في ندم بمحل في ندم لا ما في ندم ما أبدأ. في ندم خيي بصراحه يعني بكل شيء بتعمله بالحياه في حلو وفي مر بكل شيء بكل شيء باي دومين اللي كان يعني مش كله ما في شيء ما في خطوه بتقول يا ريت حصل على طول او ما صارت او بس ما تمت بحب اكد لك شغله انه بعتقد انه انا من أولاد جيلي واللي اجوا من بعدي بالفن وهيك بعتقد انا الفنان الوحيد معلش اذا قلت الفن ما غير فيه شيء الفن ما غيرني لا اخذني من اصحابي لا اضطريت غير جلدي ولا اضطريت غير حركاتي ومشيتي بالعكس انا يمكن بقيت على طبيعتي وبقيت على عفويتي وبقيت على أصحاب اللي أنا وياهم كنت صغير بعدني أنا وياهم ما عشتها يعني إذا بدك الأضواء ما سرقت مني شيء نفسيتي بقيت أنا وشخصيتي بقيت أنا وبفتكر بمحل من المحلات كمان اللي ساعدني على أني يكون استمر ويبقى اسمي موجود 10 و20 سنة و30 سنة لأني كنت فنان طبيعي وكنت فنان صادق مع الناس ومع حالي وما بيحكي إلا الحقيقة هيدي الطبيعية والصدق وسام بعدها موجودة اليوم يعني إذا بدنا نحكي عن صناعة النجوم اليوم وصناعة النجم قبل قديه في فرق كتير قديه في مفارقة أو قديه المعايير كلها تغيرت كل المعايير تغيرت كل شيء تغير عن جد كل شيء تغير وبعدين صناعة تغيرت صناعة الإيد صناعة اليدوية غير التصنيع الصناعة اليدوية بتعيش بس التصنيع ما بدوم بعتقد ما بدوم يعني اليوم نحن بعدنا عم نحكي بفنانين يمكن نوجدوا عملوا شغل على الساحة الفنية 50 و60 سنة وصار لهم 30 و40 و50 سنة غيبين وبعدهم حاضرين هذه الصناعة اليدوية بس اليوم خي اليوم كله بيلحق بعضه اليوم ما صار عندي قناعة أنا إنه ما بقى فيك تفصل الفن عن كل شيء عن كل أمور الحياة وعن كل المجريات اللي عم تصير حولك يعني الفن بده يلحق كل شيء اللي عم بيصير هالسرعة اللي عم بتصير وهالتغيير اللي عم بيصير كمان الفن بده يلحق عم نمشي بطريقة سريعة بس فينا بس نركز على شغلة إنه تضل الهوية بالغنية موجودة تتغير الغنية بس الهوية ما تتغير رح نحكي عن هالهوية اللي حفظت عليها يلي طبعت كمان اللون يلي بتقدمه بتأديه ويلي بتحطه يعني لما نسمع أغنية بنعرف إنه هيدي روح يلي أنت بتحطها فيها وسام رح نفوت على بريك تاني بحلقتنا من بعده رأساً رح نفوت على أغنية نرجع فيها لورا أي أغنية بتختار نسمعها بعد الفاصل رح بسمعك تتذكر يا علي شوي بعد الفاصل مشاهدينا نحن وياكم مع نجمنا بهالحلقة وسام الأمير تابعونا تتذكر يا علي ذاك البدالي كم مرة كرمالا عملنا مشكلة
أشكالي تتذكر يا علي هاك البهدالي كم مرة كرمالا عملنا مشكالي يا خسارة تعاركتنا بالآخر تركتنا يا خسارة تعاركتنا بالآخر تركتنا ما طلعت إلك ولا طلعت إلي شو هيدا شو هيدا ما بعرف يا علي تتذكر يا علي هاك البدالي وكم مرة كرمالا عملنا مشكالي أنا وياك طلعنا يا علي بلا تفكير ضيعتنا وضعنا وندمنا كتير كتير أنا وياك طلعنا بلا تفكير ضيعتنا وضعنا وندمنا كتير كتير زعلك رامت عينا شو صاير علينا زعلك رامت عينا شو صاير علينا حرزان المسألة لا والله لا والله لا والله يا علي اي والله ما في شيء حرزين متابع مع المشاهدين سهرتنا مع وسام الأمير يا ريت فينا نضل نغني حبيبي قد ما هالجو حلو قد ما قعدتك حلوة وسام شي مرة عملت عركة من ورا بنت بالزمانات ياما بعدنا لليوم كنت مغروم ببنت الجيران بفترة من الفترات ايه خيي انغرمت كتير بس ليك ما بكذبش عليك انغرموا فيي أكتر منيحة هاي لما القلب هيك يرسى على شخص لما القلب يقول أنا بدي أعمل عائلة يعني إذا بدي أحكي عن وسام قبل ما يكون عائلة شاب الأعزب اللي الحياة هيك أخذته باتجاه آخر شو بغير لما الواحد يقرر أنه هيك يفوت بهالاستقرار خليني أقول إذا بدك نحط الميكرو هيك مرتاح إذا بدك يعني الواحد بيقول استقرار مزبوط بس هو لا أكبر من هيك بكتير المشروع متعب الخبرية طبعا في مسؤوليات نعم. في تضحيات مدى الحياة لما تفوت بهيدا المشروع يعني حملت انت شيء مدى الحياة يعني هم التربية وهم التكبير وهم التعليم وهم وهالخوف من شان هيك سبحان الله الله خلق هالشيء مش واحد لوحده خلق له شريكة يعني هيدي الكلمة مش انه شريكة حياتي يلا هاي لا هيدي كلمة إلى قيمتها وإلى أبعادها وإلى تفسيرها وإلى مطرحها لأنه فعلا واحد لوحده ما بيقدر يكون بي وإم من شان هيك في مشاركة بهالمسؤولية وبهالمشوار صحيح في قطبين في انتباه بالآخر في لذة باللي عم تعمله هيدا العذاب الوحيد يمكن فيه لذة انتبه صعب يعني إنه الواحد يكون أب مش هينة مش هينة إنك تكون أب يعني كيف الصعوبة وخصوصي ببلادنا نحن صعوبة يعني اليوم ما في دولة تيجي تقول لك يا وسام الأمير يعني أنت عاطي شيء للفن عامل شيء للبلد تعا نحن بمحل من المحلات لازم نريحك بشيء أو لازم مثلا هيدا شيء مش موجود هلا هن يمكن عم يتصلوا فيك أنت مش عم ترد عليهم يا وسام يمكن برافو عليك هيدا القلق هيدا القلق هيدا القلق عند الفنان أول شيء هيدا كمان بزيد بمسؤولياتك بحملك
بتحس بصير تحس بكبر المسؤولية أكثر، لأنه عطول عندك خوف من بكرة. بتخاف من المستقبل؟ أكيد بخاف من المستقبل بلبنان تحديداً أو بالمطلق؟ لأنه بلبنان أكثر شيء، لأنه ما في شيء. يعني نحن كفنانين لا ضمان لا شيخوخة لا بتجي كورتي من شيء، ما في شيء بيخليك تطمئن أنك أنت تقدر لما بتوصل بوقت أنك أنت بعد كل العطاء اعتزلت الفن تكمل حياتك بحياة في حد أدنى من الكرامة أو إذا بدك أو من الطمأنينة. العيش الكريم اللي فيه كرامة وبيضمن الواحد هيدا شيء مش موجود. من شان هيك لما يكون في عندك عائلة كمان، لما تكون لحالك أنت تقطع. يعني أنا عندي من القدرة أنه يكون لحالي، بس لما الواحد يكون لما عنده عائلة، بس لما يكون عندك عائلة بدك تكون جاهز عقد المسؤولية بكل الأمور. ونحن جاهزين صرنا لحتى ننقل للفقرة الثالثة ببرنامجنا. مثل ما شفت الضوء غمزلنا من ولعانة بالزمنات لولعانه أسرار. تفضل معي. شو هيدا عم يمروا معك الوقت بسرعة مش طبيعية. ها بدنا خلص اسمك شادي. اسمك شادي. اسم غالب هيدا قريب على القلب عندك. تفضل هون. هاي القعدة. كمان هون بدك تقعدني؟ وين بدك تقعد؟ أنا هون بقعد وبحط إيدي هيك. وين بدك تقعد هون؟ فيني أقعد هون؟ على راسي. معين بتقعد محل ما بدك. تقرب لعندي. وهيدا الميكرو. أنت بحاجة للطاولة. ما بدنا شيء. لا بدي طاولة ولا بدي شيء. خير. انت اول ضيف بياخذ لي محلي بتمون. ما حدا بيعبي مطرحك بتمون. بس لو اخذت لك محلك شادي حبيبي. ولعانه اسرار الفقره الثالثه يلي من خلالها نكتشف اوقات هيك تفاصيل، نكتشف جوانب يمكن الناس ما بتعرفها عن هالنجوم يلي منحب نعرف اخبارهم، اوقات منحب نعرف تفاصيل عن حياتهم. انت من الاشخاص يلي مش عندك أسرار بحياتك بمعنى أسرار، بس راب الناس وقليل خليني أقول يلي بتأتمنهم على كم شغلة هالقد مفصلية بحياتك، أو لا أنت ما بتوثق بالهين؟ ليك بتصدق إذا بقول لك شيء ولا مرة فكرت هيك. أنا علاقتي بالناس، أنا أول شيء بطبعي محب. يعني أنا بحب الناس، وبعدين ما فينيش أقول لك قدي هيك أوقات بعيش حالة الناس. يعني بشوف واحد هيك إنه يعني علاقاتي بالناس ما فيها حذر وما بياخد حذر بشي، بطبيعتي بعفويتي. سبحان الله هلأ اللي بيكون بيشبهك واللي بيكون مثلك، يمكن مثل ما أنت تركض عليه هو بيركض عليك، بتستمر هالعلاقة وبتستمر هالصداقة. واللي بيكون ما بيشبهك سبحان الله توصل لوقت انت بتفل يا هو بفل. كنت عم تحكي بالفقرة السابقة عن العيلة وعن الجزء الآخر، خليني أقول لما القلب يدق ويكون في القطب الثاني بالعلاقة المكمل، وهون عم نحكي عن الزوجة وعم نحكي تحديداً عن الفنانة يلي منحترم ومنقدر فنها ومسيرتها الفنية ناريمان عبود زوجتك. قديها الكيمستري، قديها التوارد بالأفكار وبتربية العائلة وبهالعلاقة يلي تستمر بحب باحترام بتفاهم، قديها العلاقة بعدها مستمرة لليوم؟ اللي بيعرفونا مش انه على التلفزيون بحياتكم الخاصه طبعا، اللي بيعرفونا بالحياه العاديه بيعرفوا اللي بدي اقوله انا عن ناريمان بكل صدق عم بحكيك. ولا مره حسستني انه نحن متزوجين، نحن معيشتني ونحن عشاق مش مجوزين. شو حلو. صدقني مثل ما عم بقول لك، بيمرق الوقت كلها حياه، كلها حيويه. فينيش خبرك قديشك ام مثاليه، ما فيني خبرك قديشها محفزه لإلي. واذا بقول لك صدقني انا بقول لو ما كانت ناريمان عبود بحياتي
يمكن كان في شك، كان في شك باستمراريتي لليوم. عن جد عم بحكي، عم نحكي فنيا، فنيا لانه بمحطات من بعد ما يعني من بعد ما فتت انا ونجحت وعملت، يمكن مرقت بمحلات اذا بدك قرفت او تعبت، ما كانت الا هي اللي تشيل عني هالتعب وهالقرف وتحفزني وعن جديد وتحسسني على طول، تعطيني هالانرجي، هالانرجي البوزيتيف لحتى تقدر تستمر. وما بقول الا الله يخلي لي اياها، وعن جد بقشع حالي فيها. وبالنسبه للفن نريمان قدوه، نريمان بصمه شغله يعني، كانت عملت شيء حلو كثير بالفن واثرت بعدها لليوم يعني مأثره بالناس. وما فينيش خبرك هلا اعمل لها كمان شيء جديد، عم بتغني وترقص، عمل لها مثل ديو هي وميشيل عبود، ميشيل عبود اللي غنى حبه حبه وصوته من اجمل الاصوات. بقى هي كمان بهيدي الاغنيه بهيدي التابلو اللي يعني اذا بدك شيء مثل فوازير، تابلو غنائي فوازير، ايه مثل شيء هيك تصور، وصورته بكازينو لبنان، وان شاء الله على اول سنه جديده رح ينزل لانه خلص التصوير هلا. نريمان عبود الف مبروك هالاصدار الجديد يلي عم يحكي عنه وسام الامير. مساء الخير، انت معنا مباشره على الهواء. الو بونسوار. بونسوارين، اهلا وسهلا فيكي. شو هالمفاجاه هيدي؟ اهلا وسهلا فيكي نريمان. اول شيء الف مبروك، هلا انا عرفت الخبر من وسام ومنه، يعني هيدي تهنئه باسم كل لبنان. وهالقد انت فخر بالفن الراقي بالرقص الشرقي يلي بتقدميه، هالقد كنت قدوه وما زلت بهالعالم الفني المتميز. اهلا وسهلا فيك. ميرسي ميرسي، اهلا وسهلا فيك وتلفزيون لبنان. شكرا. بونسوار امير. يا اميرة قلبي. نريمان كان عم يحكي عنك، عم بيقول قد ايه انت سند لإله، عم يتغزل فيك، سمعتيهم واكيد بتعرفيهم. هلا انا بدي اسالك عن الجانب اخر، خبريني وين وسام بعزبك بالبيت. لا لا امير، شديتنا مجروحه فيه، هو كثير فاصل الفن عن العيله، وكثير بحب الاولاد وكثير بحب البيت. نعم. بس اذا بدك تقول له تخيره بين الصيد وبين البيت بقول لك الصيد، بروح على الصيد. بس مهم يرجع مع غله طيبه من الصيد. لا صياد ماهر. مينيموم احلى صياد، شو بده اكثر من نريمان عبود. نريمان هيك اذا بدنا نحكي شوي عن وسام بالبيت، بتعاطيه مع الامور، هو حدا هادئ، حدا بعصب دغري، شو اللي اكثر شيء هيك بعصبه لما يكون شغل شيء له علاقه بالشغل، او هالقد بخاف على عيلته لما يكون شيء له علاقه بالعيله بالبيت؟ ايه اكيد اكيد، هو كثير رايق الامير كثير، يعني حتى بشغله باله طويل، حتى بالبيت يعني، حتى لو لمس حتى بشغله في ناس يمكن كانت منا كثير منيحه معه ما ببادل نفس الشيء، عنده هالطبع الهادي. كثير. وانت بتعاطيك مع امور العمل بهالمتابعه اللي كان عم يحكي عنها، يعني انت هالقد حفزتيه، هالقد كنت بجنبه بفترات معينه، كان عم يحكي انه قرف وتعب واوقات الواحد يمكن بيستسلم، كنت انت السند له. بنفس أكيد. الوقت سؤالي لإلك، بتنتقدي ببعض الأحيان؟ يعني بتنتقدي لحتى تقولي له لا هون يمكن أنا شايفة هيك لازم تتصرف أو هيك لازم تعمل، كيف بتصير العلاقة من هيدي الناحية لما تفوتي على الأمور العملية بحياة وسام الأمير؟ نعم. عم بقلك اليوم. أكيد أنت بتعرف شادي وضع البلد وكيف صار شغل الفن صعب وهيك. نعم. أكيد بيجي وقت بكون هو مضايق وانا بكون صديقه يعني بالنسبه له، وكفنانه كمان بعطي رايي. اوقات ايه بنتقده باشياء. نعم. بقول له مثلا لا هيدا افضل لك او لا. هلا اوقات بيسمع، اوقات بيعمل اللي حاسس فيه،
بس بيرجع بعدين بيقول لي معك حق. بيرجع للكلمة اللي بتقوليها بالنتيجة. ايه صح. إذا بدي أحكي هيك يعني عن شيء ما بيعرفوه المشاهدين عن وسام الأمير، خلينا نقول شو أسوأ شيء فيه لوسام الأمير هيك صفة واحدة؟ يمكن هلأ بتقلي أنه كل إنسان أكيد عنده حسنات وسيئات. طبعا هلأ سيئاته أقل بس. عم يضحك. نعم عم يضحك وسام. علي عم يضحك. شو أسوأ هيك صفة ما أنت ما بتحبيها فيه؟ فيها تكون شغلة إيجابية. معك حق، هو بينسى كتير قد ما مضغوط، وتعرف هو شغله الإبداع براسه أكتر. نعم. بالتفكير يعني الموسيقى الميلودي بيعملها، أوقات بينسى كتير، يعني بتذكره 3-4 مرات ما كأنه ذكرته. هيدي كتير بلاقول له يا عم شو هالمرض النسيان هيدا على كل الناس. بس رومانسي ما بينسى. إيه؟ تواريخ ما بينسى أو لا؟ لا بينسى. هيدي خطرة، هيدي خطرة. ناريمان هيك لحتى نختم لقائنا معك بهالمداخلة اللي مشكورة عليها بهالمفاجأة صغيرة، هيك إذا بدك تقولي له لوسام شكرا على الهوى، شيء يمكن بعد ما قلتي له يا أوقات بتفكري فيه بينك وبين حالك مع كل هالمحبة ومع كل هالعلاقة الزوجية والعائلة يلي مكونينها سوا، شكرا على شو بتقولي له؟ ما بدك إلك شيء عن هواياته. هيدي تركها لحتى تخبرينا اللي ما بنعرفه باخر الاسرار. أوكي. بس قبل هيك اشكري لي على شغله واحدة. على شو يعني؟ تفاجأتني. شو بدي اقول؟ بدي اقول له شكرا، بكفي انه اليوم الفن اوكي بنحبه نحن، بس دائما انا بشوف العيله هي اللي باقيه. بقول له شكرا على هالعيله الحلوه اللي بتجمعنا دائما، والله يخليه بصحته ويعطيه لانه بيستاهل اكثر الامير كفنان. الله يخليكم لبعض. وهيك اذا الاشياء اللي الناس ما بتعرفها بوقت فراغه وين بيقضي اكثر شيء؟ شو بيعمل؟ هالطاولة اللي بتضلها شغلته شو قصتها؟ على فكره هو هديوه طاولة سموه يا ملك الطاولة وسام الامير، بيلعب طاولة ما حدا بيربح قباله. وبالنسبة للطبيعة كثير بحبها، بحب الجنينة، نحن عندنا جنينة، بحب التراب بهالأرض، بحب لبنان كتير. كذا مرة فكر يفل ورجع غير. هالقد بحب لبنان. البيبي فود كمان أبضاي فيها، إذا أنت بتلعب كمان ما فيك تربحه. بالبيبي فود. بيبي فود هيدي بدنا نعمل قعدة صرنا إذا هيك. كتير بحب على فكرة مسابر، يعني بتشوفه راعى النادي بيروح دايماً حلو، هيدا الجنب الإيجابي اللي فيه اللي بخليه يشيل كل هالستريس. هيك لحتى يرفه شوي ويغير جو عن ستريس الشغل. طبعا وخاصة الوسط الفني. صح. ناريمان نحن ناطرين ريليس تبع خليني أقول الفوازير أو الأغنية الاستعراضية يلي رح تقدميها، لأنه دايما هيك عندك سحر خاص بالأداء تبعك، وعلى أمل اللقاء قريبا. شكرا لهالمداخلة. ميرسي لألكم. الله يخليكم لبعض. شكرا لألك الفنانة ناريمان عبود زوجة وسام. ميرسي لألك شادي، وإن شاء الله العمل يعجبكم ويكون كمان عم نقعدوا عندكم من خلال تلفزيون لبنان. أكيد أكيد. شكرا لألك ناريمان عبود. هيدي ناريمان وهيدي محبتها المتبادلة لألك. ميرسي لهيك اللي بعتبرها كادو عملتولي إياها، وهي بالنسبة لإلي وينما بتكون كل شيء بيحلى. إن شاء الله بتضلكم سوا وبتخطروا سوا وسام. بفرح منك. رح نفوت على فاصل أخير بحلقتنا، نرجع من بعده نتابع أسرار ونختم الحلقة بالقسم الأخير مع نجمنا بهالحلقة وسام الأمير. الله يخليك. نرجع لحتى تابع سهرتنا مشاهدينا نحن وياكم بالقسم الأخير مع نجمنا بهالحلقة من سهرة عمر الملحن والفنان وسام الأمير. بعدنا بفقرة والعاني أسرار، ودائما الأسرار هيك بتكون عم تخلق بالصحبة، بالناس اللي بيبقوا قراب بحياتنا، وانت صاحبتك فنية كمان
يعني في ناس من الوسط هالقد قراب عليك وهالقد في تناغم كمان بالأعمال أنت وياهم. أكيد أكيد، يعني ما هو كمان هو العمل والشغل ما بيضلش بس عمل وشغل، كمان أوقات بيخدك على مطرح تاني، بيخليك تربي أصحاب، تربي أصدقاء، جلسات وقعدات وأصدقاء حقيقيين من خلال العمل يعني. وهيدي الجلسة يلي رح نشوفها هلأ على الهواء، دايما هيك بيكون في قعدات أوقات، بيكون في جلسات، في جلسة بدنا نشوفها. أنا فيها؟ أكيد أنت فيها، أنت النجم فيها. حالي مثلك طفران وأوضاعي مأساوية، لا عم بصرف عن نسوان ولا عم بصغر ليلي. حالي مثلك طفران أوضاعي مأساوية، لا عم بصرف عن نسوان ولا عم بصغر ليلي. ولما يضحك للزمان والله يفرج علي، لما يضحك للزمان والله يفرج علي. بدفع لك مصرياتك، انا مش عم كذب وحياتك. بدفع لك مصرياتك، انا مش عم كذب وحياتك. ما الله عم يسمعنا، الله عم يسمعنا. إيه لك معنا وما معنا، إيه لك معنا وما ولا نقلي ما معنا. مين صورك بهذا الفيديو؟ هيدي كنا سهرانين مش سهرانين، كان عزمنا على الغداء شاب صاحبنا اسمه جورج فضول، حبيت اقول اسمه لانه عامل بيته اذا بدك بس هيك مثل استراحه لكثير من اهل الفن على الرايق. ايه لكثير من اهل الفن، وهو حبوب ومن قلبه. شفنا رواد رعد كمان وجه له تحيه، رواد رعد وزاهر البابا كنا بهالقعده، ومنير ابو عساف كنا قاعدين عم نتغدى. منير كان عم بيصور هيك. ايه مزبوط مزبوط، وهيدي جلسه مش من زمان كثير. انت ومنير وكمان على الصعيد الفني فيها الاتفاق كمان، وفي هيتس كمان اشتغلتوهم سوا. صح مزبوط. ومنير منير فيني اقول لك انه شاعر كبير وصديق كبير، وانا هيك منير بيعز علي كثير، لانه منير انا اللي اكتشفته اذا بدك بالاغاني، وبعتقد انا اول من اخذ منه اغاني وكان له نصيب من الشهره، وإلك معنى وما معنى من كلماته لمنير باصف. وفعلا بلشت أنا وياه وبعدني أنا وياه، ومنير صديق مخلص ووافي جدا يعني، فعلا بكل معنى الكلمة، وشاعر من أحلى الشعراء الأغنية اليوم. صحيح. على الساحة اللبنانية والعربية. الكلمة يلي بيكتبها مزبوط. شاعر منير باصف مساء الخير. يسعد لي مساك. حبيبي مشتاق لك. الأمير شو أخبارك؟ مشتاق لكم ونحن مشتاقين لك بالأكثر. فيديو تليفون كمان هيدي كثيرة منير. منير هالجلسات يلي هيك بتقعدون، هالذكريات يلي عم تجمعوها، يعني أنت من الأشخاص القليل يلي بتجمعك صداقة بوسام الأمير على صعيد الفن، في هالتناغم بالعلاقة الفنية. خليني أقول أدي هيك في توارد أفكار، أدي كمان على الصعيد الإنساني بتتفق، بتقول والله هالزلمة مثل ما بيقولوا بالعامية اللبنانية بيركب راسي على راسه. يعني أول شيء خليني أبلش لك بجملة يمكن تختصر كثير من الأشياء بتنحكى. تفضل. رب أخ لم تلده أمك. حلو. بقى بالفعل يعني مش حكي، والتاريخ اللي بيني وبين وسام الفترة العمرية اللي صار لي أنا وياه فيها، صارنا تقريبا نحن معرفتنا من 96، ومثل ما قال وسام بلشنا ومكملين وإن شاء الله رح نبقى.
صحيح. في ناس بتجمعك فيهم معرفة أو صداقة أو صحبة معينة، يمكن بتبلشوا بفترة معينة بتبطلوا أصحاب، يمكن لأنه بتنبنى صداقتكم أو بتنبنى صحبتكم على مصلحة. نحن بلشت علاقتنا أنا ووسام أكيد بتلاقي مصالح، لأنه هو ملحن وأنا بيته مثل ما قال هو، يعني أنه أنا بلشت معه لوسام، وإذا بدك كنت اكتشافه. صح، يعني بفتكر من أهم اكتشافاته للأمير أنا. طبعا بالصوت العالي. هيدي ما في شك. هالعلاقة يلي تطورت قديه كمان، خليني أقول يعني مش بس على الصعيد الشخصي، على الصعيد الفني أثمرت نجاحات وهتس قدرتوا تحققون مع بعض طبعاً. واستشارات كمان فنية، يعني قديه أنت بتقله وبيقلك وبينصحك وبتنصحه، وهيك بتكونوا سند لبعض بالوسط الفني. شوف، لا شك أنا بعتبر أنه من أهم الأشياء اللي حققناها سوا فنيا هي أغاني عملناها سوا، بس أنا بالنسبة لي أهم إنجاز حققته هو أني كسبت معرفة شخص وصداقة شخص مثل وسام بحياتي. لأنه وسام مثل ما عم بقلك، يعني وسام خاي بكل معنى الكلمة. وسام ما رجع بالنسبة لإلي بكثير من المواضيع، وسام هو مثل ما بقوله بنك الأسرار، يعني والإنسان اللي إذا أنت يعني بحاجة لاستشارة، بحاجة لموقف صديق بكل معنى الكلمة حدك، وسام هو يعني مثل ما بقوله اللي أدى وقدود، وهو الإنسان الأمثل إنك ترجع له بكل أمور الحياة. يعني لأن نحن اليوم بلشنا على المستوى الفني، بس لقينا على المستوى الفكري وعلى المستوى الإنساني. صحيح منير، هذا الأهم بالنسبة إلي. نعم، إذا بدي أطلب منك هيك تختار عمل واحد أو أغنية واحدة أو لحن هيك أنت بيعني لك على الصعيد الشخصي لوسام، هيك بينك وبينه بتقول له هيدي الغنية هيدي سبيسيال، أي واحدة؟ يعني أنا وسام كتير الأغاني اللي عملناها سوا، يعني شو بدي اقول لك وسام، كل اغاني، كل غنية انا وياه كانت محطه بالنسبه لإلي وكانت مهمه. بفتكر هلا كنا عم نحكي عن لك معنا، هي من احد الاغنيات العزيزه كثير على قلبي، والاكيد لانه الامير كمان توجه بصوته. هلا في اغاني كثير، في اغاني لوائل الكفوري، في كوني انا، في التوبه ما بقى عيدها، يعني كلهم غاليين على قلبي. في كلمات جديده للامير بالاغنيات اللي عم بحضرهم على السنه الجديده؟ ايه اكيد، يعني طبيعي على طول نحن والامير في جلسات ما بتخلص، لانه نحن بقولوا بورشه عمل مستمره دائما. صح اكيد. شاعر منير بعسيف، شكرا لك، وان شاء الله بنلتقى قريبا، لانه انا مشتاق لك بعيدا عن الاعلام والفن، ان شاء الله بنلتقى قريبا. وشكرا لهالمداخله المحببه مثل دائما بسهره عمر، وان شاء الله دائما بتلتقوا على هيتس، لانه بدنا هيك الفن يبقى بين ايادي امينه. شكرا لك. خلي ليك شادي، ميرسي، وميرسي لاستضافتك للامير، لانك مستضيف فنان وانسان كبير كثير. نحن بنكبر بوجوده. شكرا لك شاعر منير بو عسيف، اهلا وسهلا فيك. انا هون كمان منير بدي بارك له، صار عنده صبي ان شاء الله بيربى بدلالك يا منير، بيربى بعزك وتزينه بالاخوه يا رب. خلصنا أسرار وحكي والناس بدأت تسمع شيء منك. هيدي آخر سمع، ما هيك خلصت، ما هيك؟ هيدي بنسمع آخر شيء قبل ما ننتقل للفقرة الأخيرة بعد شوي. طيب. شو بدنا نسمع؟ هيك من وحي الجلسة إذا بدك، وهيك الدندنة، رح بغني هيك مقطع من غنية حاول مرة ليارا. أكيد داني أبو خليل، شكرا لوجوده معنا بالستوديو مايسترو يلي رفقنا بكل هيدي الحلقة، يعطيك ألف عافية. نسمع. ميرسي مايسترو. بتشوف
رجعت قرب مني، شوف الفارق، شوف شوف شوف، حاول مرة تبعد عني، هو اللي شو راح بتشوف، حاول ترجع قرب مني، شوف الفارق، شوف شوف، وكل الحنان بقلبي أنا، وكل الحنان بحضني أنا، كل الأمان بقلبي أنا، وكل الحنان بحضني أنا، أنا عينك وأنا دربك ودقة قلبك، أنا حاول مرة تبعد عني، هو اللي شو راح بتشوف، حاول ترجع تقرب مني، شوف الفارق، شوف. يعني اللي بقرب منك على الصعيد الفني وعلى الشخصي هو غنى لأله وإضافة، لأنه هالقد أنت شفاف وحقيقي حبيبي شهر، وهالقد ما عندك تكلف بالتعاطي. من ذوقك، من ذوقك، أنا بشكرك. أدي وسام، لما نحكي بالوسط الفني نحكي بنجاحات بتحققه، نحكي بناس يمكن بمروا بحياتك، تتوقف عند الأشخاص أو من ناحية الوفا، أو هالقد صارت عملة نادرة؟ يعني عم تحكي هلأ أنت ومنير، عم نحكي عن الوسط، عم نحكي عن التعاون الثاني مع يارا، تعاون مع نجوى كرم، مع أسماء كبيرة، مستمر هيدا التعاون، أدي في وفا اليوم؟ لك الوفا له يعني شغلة، مثل ما قلت أنت بالآخر أنه عملة نادرة، ولكن الدنيا ما خليت، لو خليت فنيت، ومكتوب علينا نكفي، بدنا نكفي، وأنا ضنين وحريص جداً أنه دل أقدر أعطي الفن النظيف والفن الأصيل. أنا بفهم أنه في شيء عم بيتغير، وفي شيء في حديث وفي عصرنة، دل أقدر وظف هالحديث والعصرنة بخدمة غنيتنا اللبنانية وبخدمة قضيتنا. وأنا يعني لائحة طول باللي تعطيت معهم مع أهل الفن، مش بس بشرفني إني وبفرحني إني نجحت معهم، كمان اللي بفرحني أكتر إنه في استمرارية وفي مسيرة طويلة كانت وبعدها، واللي بيعززني هيك بيعطيني عزة نفس أكتر إنه الحمد لله بفتكر أعدائي قليل كتير، بديش أقول لك معدومين يعني، بس إنه يمكن هن الخسرانين على كل حال. حبيب قلبي الحمد لله. هيدا الإضاءة غمزت لنا أمير، أنا حاضر لحتى ننتقل للفقرة الأخيرة والعاني مع الصحافة، هي الفقرة اللي نختم فيها برنامجنا. تفضل. لمطرح ما كنا، لمطرح ما كنا على هون. إذا حسبك تفضل. ما بقعد هون. وين تطلع؟ الفقرة الأخيرة والعاني مع الصحافة، الكاميرا تبعك هي الكلوز يلي على الويت هونيك، هيدي الكاميرا تبعك، بناخذ من خلالها اتصال مع صحافي بيطرح على ضيفنا بختام الحلقة ثلاث أسئلة رح نكتشفهم سوا، ونشوف الصحفية يلي بدي مس عليها بالخير، يلي دايما أكتف ونشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنقدرها بمسيرتها الإعلامية، الصحفية هنادي عيسى. مساء الخير.
مسار خير شادي ومسار خير استاذ وسام. يسعد مساك يا هنادي. اهلا وسهلا فيك معنا هنادي، تفضلي. اول سؤال بتطرحيه على وسام الامير. يعني استاذ وسام علقت فيه كلها موده ومحبه، بس رح العب دور الصحفيه استاذ وسام هلا. عليك الامان. تفضلي. استاذ وسام، يعني اول شيء انا بعرف ودائما بنحكي بهالموضوع، عندك مثل نوع من العتب على السوشيال ميديا، وقديش اثر على نجاح الاغنيه. يعني كنا عم نحكي انا وياك من فتره انه بيجي مطرب بيقول لك انا اغنيتي عامله 5 مليون فيو، وبتشوف يمكن على الارض مش موجوده الاغنيه. قديش بتشوف انه السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تبعون الاغاني يوتيوب وغيرهم اثروا سلبا على نجاح الاغنيه على الارض؟ ايوه انا هيدا شيء. انا هنادي اول شيء يسعد لي مساك ويسلم تمك. الله يخليك حبيبي. هيدا شيء انا حكينا فيه بالحلقه، وانا قلت انه اكيد بالاخر السوشيال ميديا له حسناته. يعني اليوم اكيد باب جديد للشهره ومفتاح جديد انه لحتى يزيد انتشار الفنان، ولكن بالوقت نفسه انا قلت شغلي انه الخطر بهذا الموضوع انه الفنان عم بيصير اسير هذا المحل. يعني ومن الطبيعي انه اللي لاحقينه هلا، ما بديش اقول انه عم بيشتري وفي فيك وفي صح وفي غلط، شو بدي بهذا الموضوع، انا عم بقول انه من الطبيعي اللي لاحقينه هون شو ما غنى هذا الفنان رح بزقفوا له رح بهيصوا له. اللي عم بقوله انا الفنان مش بس لازم يصير أسير هيدا الموقع ويختصر نجاحه ويصير يحس إنه هودي إذا هون زقفوا له يعني هو ناجح على القد. لا، بده يروح على غير محل، بده يروح على نبض الشارع. وأنت بتعرفي هنادي كيف كانت الأغاني، كيف نحس بنجاحها. اليوم لما بدك تجي تقولي لي الغنية ناجحة على السوشيال ميديا، بضل ساعة أتشارع أنا وياكي، بقول لك إيه وبتقولي لي لا، وبقول لك لا وبتقولي لي إيه. بس لما يكون إذا بدنا نرجع لعوامل النجاح الماضي، مش من زمان كثير، يمكن من 7-8 سنين ولا ورا، كنا نشوف ما كنا نقدر نتجادل بغنية ناجحة أو لا، كانت فارضة حالة علينا فرض بالشارع، بالبيت، بالتلفزيون، بحديث الناس وين ما كان. بقى اليوم هيدي العوامل أنا بقول فيها شوية تأثير سلبي على نجاح الفنان، والفنان مش لازم كثير يعيشها ويصير أسير هيدي المواقع اللي عم نحكي عنها انا وياكي. تفضلي هنادي، سؤال اخر. السؤال الثاني يمكن سرقوه مني للاسئله. طيب يا شادي وخالد. السؤال الثاني استاذ وسام، يعني كلنا بنعرف وكمان كنا عم نحكي انا وياك سوا انه صرنا كذا سنه ما في غنيه لبنانيه هيك، يعني ما في الغنية اللبنانية اللي كانت تكسر الأرض اللي كانت توصل على العالم العربي. هل بتشوف هيدا الشيء هو سبب يعني مثل ما بقولوا الملحنين نضبوا ما بقى عندهم جديد؟ هل المشكلة بالمطربين صار بدنا جيل جديد، أو بالشعراء؟ وين المشكلة؟ وين الأغنية المشكلة اليوم؟ بدي أختصر لك إياها بكلمتين ولا بيبنى الإشارة يفهم. أنا قلت لما صارت العصمة بإيد المطرب تغير الجو. أنا قلت له لشادي بالحلقة، أنا ولا فنان ولا فنان، وأنا تاريخ بهذا الموضوع وأرشيف طويل عريض، ولا فنان. أنا قلت له غني هالغنية وندم لأنه غنيها. بس اليوم صارت العصمة يا هنادي بإيد المطرب، صار المطرب يعني بغياب شركات الإنتاج وبغياب بتعرفي أنت أنه صار المطرب هو المنتج والمنفذ وهو كل شيء، وصار بفكر انه المطرب انه معلش يعني سوري بالكلمه انه هو الاذكى وهو الادرى، على قد ما في اغاني بين ايديه وعلى قد ما بيجي اغاني. هيدا بالعكس، بالاول كنت انا العصمي وبالفم الملقان بقولها، كنت العصمي بايدي انا وسام الامير، اجي اقول له للمطرب لمين ما كان غني هاي وغني هاي، ولا مره فشل. بس اليوم صار الفنان، لا الفنان صارت عنده رؤية يمكن مختلفة، نقعد منتجادل ومنتشارع، يا عمي غني هيك، لا بدي هيك، لا بدي هيك، من شين هيك. وصدقاً لازم تعرف الناس انه مش عم نشوف كتير اغاني عم بتعيش وهتات
عم تطلع هلا. لا الملحنين نشفوا ولا الناس نشفوا، بالعكس الموضوع كله بدت شوي يصير في ترميم للعلاقة بين المطرب والملحن، وبترجع الأمور تنحط على السكة الصحيحة. السؤال الثالث ما حفوت دغري. تفضلي. استاذ هشام، انا بعرفك انت كمان بتحب بين فتره وفتره، وحسب ما خبرتني كمان انه عندك غنيه جديده هلا عم بتحضرها. كملحن شو بفيدك انك تغني؟ يمكن هل بلش حلمك انت اول ما بلشت تكون مطرب وبعدين قلبت للتلحين؟ وقديش فادك وقديش اضرك هذا الموضوع؟ ليكي، انا اول شيء بلشت حياتي الفنيه مطرب. صح. وانا انعرفت بأغاني واشتغلت مطرب يعني ما خصني بالتلحين، بس لما بلشت اكتشفت فيه موهبة التلحين، اعتبرت انه هيدا الشيء إضافة، ولكن ما بنكر انه هيدي الإضافة سرقت مني من هيداك المحل. وبالصراحة بالصراحة إذا بيرجع في الزمن لورا، ملحن ما بعمل، بعمل مطرب. إذا بيرجع في الزمن لورا ما بعمل ملحن، بعمل مطرب، لأني أنا بعتبر إنه مش اللي بتكون داعية له أمه بليلة القدر، بتكون داعية أمه علي بيعمل ملحن، لأنه بالآخر ما شفتش ولا نهاية ملحن نهاية سعيدة. عم تفهم علي كيف؟ بقى هيدا خطرة. فسرنا كيف؟ فسرنا يعني. هيدا خطرة، إيه إذا في وضح لنا أكثر. إذا بدك وضح لك أكثر، أنا ما شفت ولا ملحن ونجم عم بحكي، مش ملحن عادي، عم بحكي ملحن نجم وعامل أعمال وأعمال خالدة إذا بدك، عم بحكي على الصعيد الحياتي والمعيشة، مش عم بحكي على الصعيد المعنوي. ما شفت واحد إلا ما آخرته تبهدل، والله يستر آخرتنا. بقى بديش كتير طول بالشرح، وقول بفتكر هنادي فهمت علي شو بقصد. نعم. وحضرتك كمان طبعا هنادي بعد عندك يعني بالآخر. نعم. المطرب دولة له، الشهرة له، كل شيء له. للأسف بعلمنا العربي هيك نحن، عندنا بس يعني بالغرب برا مش هيك. بقى خليها هيك عم بخبرك بهذا الإطار. تفضلي هنادي، سؤال أخير تطرحيه على وسام. كمان رح تحز عليه أستاذ وسام. هو قال أكثر أغنية عملت له مردود مادي كانت بوس الواوا لهيفا وهبي، وأكثر أغنية هوجم عليها وقت عطاها لهيفا وهبي. هون خبرنا شوي هيك هالتناقض بين النجاح الكبير وبين الانتقاد الكبير لإلك. لأنه لقلك شو، أنا بوقتها لما إجيني الانتقاد، لأنه أنا أول شيء كنت أنا بخط فني مغير تماما، ولكن أنا لأعمل هيدي الأغنية، أنا حتى بس هيك فضولية من عندي إنه أنا بقدر كون وبقدر كون أول بكل الألوان، مش بس أنا حكرا علي إنه أنا اللي عملت علوة وخليني أشوفك بالليل بالدبكة، لا أنا عملت كمان لوائل كفوري كوني أنا وغروب وإنت فليت وحاول وأحلى عشاء لزين العمر وهاللون الرومانسي، وكمان بالقفشي وبالهضامه قادر اعمل يكون الواوا. بس للمعادله الصعبه انه بكل اللي عملته انا مع حدا لحدا وهالاغاني الثقيله وهالاغاني الكبيره، حسيت انه سوري للتعبير بهاي الغنيه استفادت مزبوط اكثر شيء. يعني هاي الغنيه هذه الغنيه صورت لدعايه البيبسي، وهذه الغنية أنا عطيتها مرتين، رجعت عطيت حقوقها لمطربين أتراك غنوها. الصحفية هنادي عيسى، شكرا لهالمداخلة. متابعينك دايما على السوشيال ميديا على كل حال، وبكل الأعمال الصحفية اللي بتقومي فيها. شكرا لك للمداخلة ولوجودك معنا بسهرة عمر. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك شادي ومسيرة الوسام، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتكون سهرة منورة عطول. مرسي لك هنادي. شكرا لك فنان وسام الأمير، شكرا لهالحلقة. مرسي لك. مع ختام اتصال الصحافي بنوصل لختام حلقتنا مثل العادة، حلقة مرت عن جد بسرعة، وجود وحضور وحقيقية تشبهك. شكرا لك. أنا بشكرك، وبحب أختم بكلمتين. أنا بالفن صرت
صار شغفي بالفن كمطرب وكملحن، صرت حس حالي مسؤول أكثر ما أنا فنان، صرت أنا مسؤول وصرت حس أنه أنا مطلوب مني أنه كون وأنه كون موجود كمطرب وكملحن، وإن شاء الله بيكون إحساسي مطرحه، وإن شاء الله بيضل عطائي ما أقدر أقدم إلا الفن نظيف لكل الناس. إن شاء الله دايماً ما بتبخل علينا إلا بهذا الفن يلي معودين عليه منك. وسام الأمير شكراً لك لهالحلقة. مشاهدينا لقاء بتجدد الأسبوع المقبل. وسام ناطر منك تكتب لنا كلمة على ليفر. مرسي لك. بختام حلقتنا شرفتنا. مشاهدينا لقاء بتجدد الأسبوع المقبل بنفس الوقت مع ضيف جديد ونجم جديد بسهرة عمر. إلى اللقاء.